يقول يا وليفي يا رفيقي تقتل أحلام المحب ظروفه ما استوى الناتج لتجمعها ولا تطرحها والغلا موجود لو جار الدهر وصروفه ولو جفت كل جلسة اللي ما تبى تبرحها صاحبك وده يبين لك غموض حروفه لكن أحداث السنين تقول لا تشرحها وانتظر دور الصحيح اللي مهو ببروفه ومرت الفرحة عليه وما قدر يفرحها وانت تدري كم لنا ودموعنا مذروفة بعد ما غنت إن الفاتن على مسرحها يا وجودي وجد من دور جزا معروفة ولا لقت نفس الفتى لا كل ما يجرحها من معاناة المحب وحالته وظروفه من بقايا الفرحة اللي ما قدر يفرحها.